أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناة عربليش. اليوم رح نتعلم تفعيل مادة الغاز وتحديد المعتمد التابع لمنطقتنا في برنامج وين التابع لشركة تكامل السورية. أعزائي، ممكن تحملوا البرنامج من متجر جوجل بلاي أو من الرابط المباشر الموجود بصندوق الوصف أسفل العنوان. الخطوة الأولى أصدقائي، من قائمة التطبيقات نختار متجر بلاي مثل ما موضح أمامكم. من شريط البحث بأعلى الشاشة نضغط ونكتب وين اسم البرنامج التابع لشركة تكامل، نضغط بحث بيظهر عنا البرنامج، نضغط عليه ضغطة ثم نضغط على تثبيت. ننتظر لحين انتهاء التثبيت أصدقائي. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. الآن انتهت عملية التنزيل وجاري تثبيت البرنامج. ننتظر قليلا لحين الانتهاء. ثم نضغط على فتح. هذه واجهة البرنامج الرئيسية. في هذه الخانة نضع رقم الجوال الذي تم إدخاله لدى بطاقة تكامل. بهذا الشكل. ثم نضغط على تسجيل. تظهر لنا خانة لإدخال رقم التحقق الذي سيصل ضمن رسالة نصية على رقم جوالك. ندخل الرقم ثم نضغط تأكيد. تظهر لنا خانتين، الخانة الأولى الاسم الأول والخانة الثانية الاسم الأخير. لا تظهر هذه الخانات إلا بحال أردنا تفعيل رقم جديد على بطاقة تكامل، لكن إذا استخدمنا رقم قديم موجود لدى شركة تكامل يتم تسجيل الدخول بدون ظهور هذه الخانات كما سنوضح لكم الآن. نقوم بكتابة الاسم الأول والاسم الأخير كما هم موجودين في البطاقة الشخصية ثم نضغط على التالي. قوم البرنامج بتسجيل الدخول. هذه واجهة البرنامج الرئيسية. نقوم بالضغط على خيار غاز الموجود في منتصف يسار الشاشة ثم نختار تحديد المعتمد ثم نضغط على اختر المحافظة ثم نقوم بتحديد دمشق مثلا. طبعا قم باختيار محافظتك ثم اختر الناحية مثلا المزة. ثم اختر الحي مثلا، سنختار فيلات غربي. ثم اختر اسم المعتمد، سيظهر هنا المعتمدين الموجودين في منطقتك. قم بالضغط على اسم المعتمد ثم حفظ. الآن تم تحديد المعتمد بشكل ناجح كما هو ظاهر أمامنا. أما إذا أردنا تحديد المعتمد عن طريق الرمز، نعود للقائمة الرئيسية للتطبيق، نضغط على مشروع البطاقة الذكية ثم نختار مراكز معتمدي الغاز ثم نقوم بتحديد المدينة مثلا دمشق. يظهر لنا المعتمدون الموجودون في مدينة دمشق. نقوم بتحديد رمز المعتمد كما هو موضح أمامكم ثم نضغط على نسخ
ثم نقوم بلصق الرقم في تحديد المعتمد بالرمز من خيار الغاز الذي كنا به سابقا، وهكذا نكون قد حددنا المعتمد المطلوب بنجاح. دمتم سالمين مع تحيات قناة عربلش.